وللمزيد حول تهريب إيران لنفطها ودور أذرعتها في لعب دور في كسر الحصار عن طهران، ينضم إلينا عبر سكايب من صيدا في لبنان مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب. مرحبا بك معنا. أهلا بكم. يعني هناك مساهمة واضحة من الحرس الثوري والنظام القائم في إيران في استنزاف موارد الدولة، لا سيما فيما يتعلق بالنفط، كيف تنظرون إلى ذلك؟ في الواقع الحرس الثوري الإيراني يمسك بكافة مفاصل الدولة الإيرانية. بعد أن أمسك بالأمن أصبح لزاما عليه أن يمسك بالاقتصاد لتمويل نشاطه، فهو القوة الأساسية على الساحة الإيرانية، حتى أن التجارة الداخلية والخارجية تعتمد على صلاحيات الحرس الثوري الذي يعطي الإجازات بالاستيراد أو بالتصدير أو حتى في الحصول على العملة الصعبة أو الدولار الأمريكي. النفط عماد أساسي للاقتصاد الإيراني وكذلك لتمويل ميزانية الحرس الثوري التي يستخدمها في الداخل كما في تمويل أدواته في الخارج. لذلك لابد للحرس الثوري أن يقوم بتهريب النفط الذي منعت أمريكا تصديره بشكل شبه كامل، لذلك يقوم بالتحايل على العقوبات الأمريكية واستخدام علاقاته أو أدواته في المنطقة من الحشد الشعبي إلى حزب الله إلى الحوثيين وغيرهم للاستخدام هذه الطاقات وتصدير النفط بأي شكل من الأشكال للحصول على الأموال اللازمة لتمويل ميزانيته. كما أيضا هناك دول تستفيد من عملية هذا التصدير لأن الحرس الثوري يبيع النفط دون أسعار السوق العالمية، وبالتالي هناك من يستفيد من هذا الفارق الكبير في الأسعار، وبالتالي الاقتصاد الإيراني يستنزف لصالح ميزانية الحرس الثوري. نعم. الذي يستفيد من هذا التصدير لتمويل فقط عملياته العسكرية وتعزيز قدراته في الداخل الإيراني. إلى أي مدى أتاح التراخي الأمريكي في العقوبات يعني منع الحرس الثوري من فرصة التهريب واستخدام العائدات في دعم النظام وميليشياته في المنطقة؟ في الحقيقة إدارة الرئيس بايدن منذ وصلت إلى السلطة في العام الماضي في مثل هذا الشهر أعطت بعض الإشارات السلبية التي تشير إلى أنها غير مستعدة لتصعيد المواجهة مع النظام الإيراني ومع أدواته، فخففت العقوبات عن الحوثيين في اليمن، تجاهلت ما يقوم به الحرس الثوري داخل إيران كما في خارجها وخاصة في موضوع حقوق الإنسان والمعتقلين داخل إيران. فهذه الإشارات شجعت الحرس الثوري والنظام الإيراني على انتهاك العقوبات والقيام بعمليات تصدير إضافية، حتى أن الولايات المتحدة مؤخرا أصدرت تقريرا قالت أن الصين استوردت ما مجموعه حمولة 120 سفينة إيرانية من النفط لصالح الخزينة لصالح الصين وبأسعار طبعا دون أسعار السوق. فهذه الإشارات الأمريكية شجعت إيران والحرس الثوري، وبالتالي تضاعفت عملية التصدير، ومنها لبنان أيضا الذي استفاد من بعض شحنات الديزل الإيرانية لصالح حزب الله الذي استفاد منها في لبنان لتمويل خزينته التي كانت تعاني من عجز مالي. هذه السياسة الأمريكية بدأت تتغير الآن بعد أن يعني تم التقدير بأن هذا التراخي شجع إيران على الانخراط أكثر في تطوير مشروعها النووي وفي الحصول على الأموال اللازمة لشراء المعدات وأيضا تعزيز ترسانتها العسكرية لحماية مشروعها وتهديد جيرانها وتعزيز استراتيجيتها في المنطقة القائمة على التوسع والهيمنة والسيطرة. تمام. مع تواصل التهديدات للملاحة البحرية من قبل ميليشيات إيران في البحر الأحمر وفي الخليج العربي، هل تشهد المنطقة تعاملا آخر دوليا مع إيران أم أنها ستبقى على نفس السياسة والوتيرة؟ طموح النظام الإيراني منذ البداية منذ أن استولى على السلطة عام 1980 وهو يحاول الإمساك بمضيق هرمز بشكل كامل وأيضا بباب المندب الذي هو المدخل الأساسي للبحر الأحمر وقناة السويس. الإمساك بهذين المعبرين الأساسيين معناها أنه يمسك بجزء بحوالي أكثر من ثلث التجارة العالمية من النفط وغيرها من المواد والبضائع التي تأتي من جنوب شرق آسيا وصولا إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس وبالتالي إلى أوروبا. هذا الطموح الإيراني بدأ يعززه مع هيمنة الحوثيين على اليمن، وبالتالي أصبح ممسكا أو شبه ممسك بالمدخل الأساسي للبحر الأحمر. الصراع الآن في اليمن
هو من يمسك اليمن يمسك بمدخل البحر الأحمر وبالتجارة الدولية. ما جرى منذ يومين أو بالأمس من احتجاز لسفينة الإمارات أعطى دليلا قطعيا على أن النظام الإيراني من خلال أدواته يطلق رسالة واضحة بأنه مستعد لمنع الملاحة أو لتهديد الملاحة أو الحد منها بالطريقة التي تناسبه، وبالتالي تصبح التجارة الدولية في خطر. لذلك أظن أن المجتمع الدولي وخاصة المجتمع العربي أيضا في المنطقة سوف يتصرف بطريقة أكثر حزما وشدة لمنع إيران وأدواتها من الإمساك بهذه المعابر البحرية، وبالتالي للحفاظ على قوة الاقتصاد العربي في المملكة العربية السعودية وكذلك في مصر التي ستتأثر كثيرا في حال تعرض معبر باب المندب والبحر الأحمر لتهديدات أمنية، مما يعني أن قناة السويس سوف يتراجع عملها ويتراجع الدخل من العملة الصعبة للاقتصاد المصري الذي هو بحاجة فعلية لها. بالطبع الاقتصاد العالمي سوف يتأثر، وبالتالي القراءة الدولية لهذا التهديد سوف تكون أكثر جدية والتعامل معها سيكون أكثر حزما وشدة. نعم. طيب بالنسبة للصعيد الداخلي الإيراني، انتشار الفقر والبطالة في أوساط الإيرانيين، هل يمكن أن يكون هذا عاملا مساعدا لتغيير الأوضاع خاصة في ظل وجود مظاهرات بين الفينة والأخرى في إيران؟ الهدف الأساسي للعقوبات الأمريكية الاقتصادية الشديدة على إيران هو تحريك الساحة الداخلية في وجه النظام، بحيث تصبح أولوية النظام هو معالجة مشاكل الداخل أكثر منها الهيمنة في الخارج والتوسع على حساب الدول المجاورة. ولكن من الواضح أن هذا المشروع الديني لا يقيم وزنا للإنسان في داخل إيران، نعم. لا يقيم وزنا لحاجاته ومتطلباته وتطوير معيشته. لذلك لا زال النظام الإيراني يستخدم الأموال التي يحصل عليها سواء بطريقة شرعية أو عن طريق التهريب لتطوير تسنته العسكرية وتطوير قدراته لحماية النظام على حساب مصالح الشعب ورفاهيته. وبالتالي الشعب الإيراني الذي انتفض على شاه إيران وقام بمظاهرات ضخمة وأسقط هذا النظام، وجاء نظام الملالي نظام الخميني، لابد أن هذا النظام أيضا نتيجة هذه الضغوط سوف يتعرض لحملة مماثلة ومظاهرات مستمرة حتى يسقط هذا النظام. لا يمكن أن يسقط هذا النظام إلا بحراك شعبي حقيقي يؤسس لانتقال طبيعي للسلطة في إيران وخروج إيران من هذا النفق المظلم الذي أدخله فيها هؤلاء منذ 4 عقود حتى الآن. ما كان يعاني منه الشعب الإيراني في عهد الشاه لم يتغير تشكرك. أبدا في تمام، إيران، ولكن شكرا تغير المشهد. شكرا لك شكرا أستاذ لك. حسان القطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، كنت معنا عبر سكايب من لبنان.